بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة بالله وأيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي المهبط الثاني الوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر هذا الدين الحق وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أرادها الله لهذا الدين أن يسود وأن يظهر على الأديان كلها. وهذا الدين قائم على الهدى والعلم، على الهدى والعلم، لا على الأهواء والجهالات والتفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء، إلا من سلم الله تبارك وتعالى. وهذه الجامعة الإسلامية أدركت واقع المسلمين، أو المسؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق، إلا في بلدان القلائل في العالم الإسلامي. أنشأت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي و20% لأبناء هذا البلد، لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهج العلم الصافية ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموا. فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فرصة عظيمة لكم، فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالق المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي الجامعة الإسلامية. من أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن سائر الدين ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم تعليم هذا الحق والشريعة. بارك الله فيكم، وتعلموا درسوا من هذه الكتب، من هذه المصادر التي تحتوي العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة،
واقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله لكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة الكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسك بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق وتحدث عن فرقة الناجية: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق الذي سلكه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتوجيهه يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تربية رسول الله وتزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة. بارك الله فيكم. فهذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. بارك الله فيكم. هذه نقطة أنبهكم عليها، عليكم لطلب العلم من منابع أصيلة من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبين لكم سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المفارقين بمنهج الله الحق. فهم والله أمنا هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء يحصل لهذا وهو أنهم البدهية عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله وأن نعبأ علي ذلك بالنواجذ، كما قال رسول لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة. قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تجهد هذا هذه الوصية والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله، تقوى الله التي لا بد منها ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق من هذا المكتب الرسول هذا هو الذي يعني يخشى الله عز وجل. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه وأن الله يسمع كل ما يقول ويسمع نبضات قلبه وخليات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حق تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه سبحانه وتعالى، وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها
المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه، ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثال أبدا. هذا الإحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام، ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومن سنة رسوله. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الإخوة بتحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. والأصل إن الإنسان الذي خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وأن تكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان، ويصبرون إلى الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس. لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لا بد أن يواجه الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتبه ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أولي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله، وهم الأنبياء والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، فهم قد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد العداء أكثر منا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل كالأنبياء. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يعذى، ووصل نفسك على الصبر واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العلم، أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العلم، فاصبر كما صبر أولي العلم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جميعا حسنى حسنة، الرسول أمر أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء وأن يهتدي بهداه، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأتى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان، أسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين لما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويفقدها كثير من الشباب، وينساها كثيرا منها أو كلها بعض الشباب. الله مدح رسول عليه الصلاة والسلام، المدح والثناء العاطف، وإنك لعلى خلق عظيم. الداعي إلى الله وطالب العلم والمرشد يحتاجون إلى أن يتأثوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستكملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس، وبذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أخلها وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستطيعونه من الشدة والغلظة والطيش والفراشة كذلك. فإن هذه أمور مضغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين، لا
لا بد لطالب العلم كيف تدرس يا أخي؟ تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يهتف بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق، يكون معهم الحق عقيدة صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه وسلوكه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصف، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه توعبوها يأخذ. واعلموا أنها لا بد منها في دعوتها للناس، لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا الأصل قريب وفي غيره إلا على أيدي ولاة العلماء، حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. فنفع الله بهم، وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص، بارك الله فيكم، لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه وليه. والله لقد شتمت عائشة يهودية فقالها رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة يقولون هذا تنميع، هذا تنميع. إذا دخلت الحكمة والرفق واللين والحلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله يستخدمون التنفيس. وما أن رسول قد إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصم الرسول بأنهم ميّون، والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميّون، يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة والدين يكون هو ميّون، والله لا يريد هذا ولا تسنى ولكن لا يدركون. فعليهم لا أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب ونستدعو الى بعض الاستاذ ورمنا الميه لان نقول حكمه ولين ورفق، لما راينا ان الشده اهلك الدعوه السلفيه ومزقت هذا فماذا نصنع؟ فقط في عصمه لما نرى نيران تشتعل نجي نصب عليها بنزين هذا الزيت اشتعالا، والا ناتي بهذه الامور التي تصفي هذه الحرائق، بارك الله فيك. فانا اضطررت وهذا واجبي من قبل اليوم وانا اقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رايت استمر هذا فلا اقول عليكم بالرد، عليكم بالدين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، تركوا أهل البدع اتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في كل مكان، قال الله قال رسول الله، وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أسلم الإخوان يروح أفريقيا
ولا يروحوا في تركيا ولا في الهند ولا غيرها. ولا كل قال الله قال رسول الله قال فلان من غير ما يحفرونه وحفريت يقول قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا عفا عفا كذا. لما تأتي الكتاب الله وسنة الرسول تأتي الكلام العلماء يمشي لك يوكل له. هذه حكمة هذه حكمة. لكن لما تأتيه بس انت من عندك بس انت في الميدان وحدك ما حلق منه. لابد ان تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمونه الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري يحترمون مسلم يحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأزهري والسفيان الثوري وإلى فيه روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط فيه أماكن التقاء بيننا وبينهم فلننفذ إليهم من هذه المناشئ. هذا من الحكمة يا أخوان هذا من الحكمة. ما تجي كلهم والله من سيدنا إمام لكن ما تقال من سيدنا إمام ما يبغون بارك الله كل سيدنا أسر السلفيين الذين يحترمونه لكن ما تقول قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب مثلا ينفرون كم يصير لهم جد لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة فلا تأتي من هذا الباب ليس من أئمة لكن باب قال مالك قال سفيان ثوري قال أوزاعي قال ابن عيينة قال البخاري قال مسلم في الجزء الفلاني يقبل منه. إذا قبلوا منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومنها لا تسب جماعتكم ولا تسب الذي يدعو الزكاة فيسب الله عدوا لغيره. أنا أقول رحت السودان في سودان موجودين أظن بينكم في السودان موجودين موجودين هنا في السودان نزلت في بور السودان فاستقبل لي شباب أنصار السنة بارك الله فيك وقالوا يا شيخ ليس تراك إلى شيء فتفضلوا قالوا تكلم بما شئت قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك وطعن فيما شئت من البدع والضلالات من باغي الله والذبح والنذر والاستغاثة وإلى آخره لكن لا تقل الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني لا تنص على الفيجانية لا شرك ولا المرأنية ولا رؤوسة بس أنت تصد العقائد وستجد نفسك من المكان طيب اتبعت هذا المسألة ووجدت إقبالا من الناس مو لا تسب شيوخهم وتطعن فيهم ولا تسب الذي يدعون من الله لا يسب الله أيضا غيره انت تسب شيخ ولا تكون ضال ولا كذا ولا الطريقة الضال ينفر منك فأثم ونفرت الناس إنما يكون منفرين. والرسول لما أرسل معاذا وأبا موسى قال يسرا ولا تأسرا وبشرا ولا تنكرا فهذه ما الطرق التي فيها التيسير فيها التبشير وما فيها تمشير. فوالله ما دخلت مسجدا إلا وأردت تهلل في وجوههم ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحوني ويؤذونني. ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج الدعوة فاجتمعوا وتآمروا بارك الله فيك ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون به علي وأعلنوا لي المحاضرة في ميدان كبير اجتمعنا في هذا الميدان وتكلم فقام احد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثه ويجيز التوسل ويجيز يكون بتعطيل الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الاباطيل بتاويلات شر. لما فرغ ما عنده ادله يبقى حاجه ضعيفه موضوعه يا باقوال ناس خرافيين وكذا وما سمعش كلامي. انا اقول قال الله قال رسول الله قال وهذا الرجل جاء لحد الضباح ما أخذ القرآن بشيء سمعت قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله في جواز السلوك ما بشيء هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم حد الموضوع حد ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيون. المهم قام يسب ويشتم أنا بحس لا سبيت ولا اشتم بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله وهذا خلال تعليقة خفيفة وافترقنا. والله دليل على الله إنهم أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون كلمة أي أطلاق أن الصوفية هزمت هزمت الصوفية فتعلموا يا أخوان بهذه الطرق القصد هداية الناس القصد إيصال الحق إلى قلوب الناس فاستخدم كل ما تستطيع من وسيلة شرعية مهم الغاية بالوسيلة عند أهل البدع من الكذب واللف والدوران والمناورات هذه ليست عندنا نحن الآن طب وأهل حق
ولكن نعرض في أجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفسه بارك الله. ثم ذهبنا إلى السودان إلى كفلة كان ما شاء الله كان بدأ للدعوة ما هذا والحمد لله وطيبة وكذا تكلمنا والحمد لله ونفع الله تكلمنا. ثم ذهبنا إلى الغبارة ودرنا على الغبارة هذه صغيرة درنا على يعني المساجد اللي فيها كلها قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد التجانية لم نستطع أن نصل إليه. قالوا متعصبين تعصب شديد قلت نذهب إليه ونستأذنهم إن أذن هذا الكلام بلغنا منعونا حتى عذب إلى الله ما يجيب بالقوة. قال فجينا وصلى بنا الإمام وبعد الصلاة تكلمت عليه اسمح لي أبدا كلمة كلمة أخوان هؤلاء تفضل تكلمت بارك الله فيك أدعو إلى الله إلى التوحيد إلى السنة إلى 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 وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة بعض الضلالات. وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله شيئا من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله شيئا. وسوق الآية في الأدلة على هذا ومن زعم أن محمدا لم يبلغ عن الله فقد أعظم الله شيئا هو يعني قام كذا نصف جالس واقف قال والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأيه. قلت له جزاك الله خيرا. أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا والله لو كان طلع ربه لأخبره كم إليك. قلت له يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي وبعد ذلك اسأل أما شئت الذي أعرفه أجيبك فيه والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم. وصرخت بل أصدت في الحلال لا أدري هذا الرجل بقي أو راح لا أدري ما مات قليل أسمع واحدة والله الكلام اللي يقول زور بحق زور الرجل عند الفلانيين يقول الرجل الزور والله شوية وأسمع ثالثة والله الكلام اللي يقول الزور بحق الله كانت وضع فارك الله حتى أزل إقراء الأشياء لهذه الكلمة وأقيم الصلاة وإذا بهم يدفعوني لأصلي بهم فقلت أبدا يصلي لمن؟ قالوا والله تصلي والله تصلي قلت طيب صلي بهم وبعد ما فرغنا أبرأت إلى ما فيه خرجنا أنا وشباب أنصار صلى معي قلت أين ذهب الإمام؟ قال طردوه. من طرده؟ هو ما جماعته جماعته ما أصلا ما يقدر يتحركوا والله هذا الذي حصل أصلا لو جاء إنسان يستفتح في يعني المرغني الكذا هو يتبعه يمكن وقبت يقولون يا أخي لما تجيهم بالحكمة واللوك بارك الله فنفع الله عز وجل نفع الله بهذا فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة بارك في دعوتكم وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فإنها عوامل نصر وعوامل النجاح. وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخلت القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف والذي يدخل الإسلام تحت السيف لا يطلع والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان هذا الذي يدخل الإيمان. فعليكم بهذه الطرق الطيبة وعليكم بالجد في العلم وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله. ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين. أولا التآخي بين أهل السنة جميعا سلفيين بشوا فيما بينكم روح المودة والقوة وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله عليه السلام لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمنون كالجسد الواحد الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له السائر الجسد بالحمى والسائر كون هكذا يا أخوة ابتعدوا عن عوامل الفقر فإنها والله شر خطير وداء وبيل واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبطاء والفرقة والتنافر ابتعدوا هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم يعلم الله حالهم ومقاصدهم سادت وخطرت
ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها وفي أقطار الدنيا، لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما. وقد يجوز أن يكون الأعداء جس في أوساط الثلاثيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما. بارك الله فيك. فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا الصفحات البيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان الذي يقصر ما يستطيع نهجكم، الذي يخطئ منا ما نهجكم. بارك الله فيك. نعالجوا باللوح والحكمة ورجوا المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل أي شيء، وإلا والله ما يبقى أحد. الآتي لا يطاردون طاردون الكرديين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين. بارك الله فيك. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع. طريقة البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، هي طريقة يهودية معتنية. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات. بارك الله فيك. فابتعدوا عن هذا الميراث الرديد واحترموا العلماء. والله إن يسأل كلام في كلامك استفان به إنه ما يكون فيه إلا إسقاط نفسه. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم العلماء، الذي يبغض هذا المنهج ويبغض إسقاطه هذا الطريق الحرام، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وإلى آخره. الروافض يبغضون الإسلام، ومن ذا يتكلمون في محمد الناس؟ يتكلمون في البقر وعمر وعلماء الأمة آخر يبغضون استفان الإسلام. أهل البدع الكبرى يتكلموا، ما يتكلمون في أحمد الشيخ، يتكلمون في محمد بن الوهاب وابن تيمية وأمثالهم يسقطوا هذا المنهج. بارك الله. الآن الناس ينشرون في الصوف السلفية ما شعرت إلا هم يشبخون في رؤوس العلماء. العلماء ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله دافع عن ذلك. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم. بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر، وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم. وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين، قد نخطئ. اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة. أما السلفي ديوان السلفيين يحب المنهج السلفي بارك الله فيكم ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط. هذا نترفق به، ما نتركه، ننصحه ننتشله نصبر عليه نعالجه. بارك الله فيكم. أما من أخطأ خلق يبقى أحد، لهذا تراهم الآن خلق فرغوا من الشباب راحوا العلماء يسقطونهم. بارك الله فيكم. هذا منهج الإخوان فينا دخلوا في البلاد أول ما رجعوا بيستغلوا العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل البدع. بارك الله فيكم. واسقطوا علماء المنهج السلفي علماء الوكيل إلى آخره، علماء السلطان إلى آخر الإسلام. إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية طعن في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ ايش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا. هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. فأنا أوصيكم يا أخوة وركز عليهم قلت وكفر عليكم بالتآخر، عليكم بالسلام والحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. قدموا الدعوة الذي خلق سلامه، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، قال مثل الإخوان الذين يحترمونهم ويحترمونهم، وقفوهم على كلامه. بارك الله فيكم. هذا يساعدكم إلى حد بعيد. نعم ستجدون بعض الناس يعانون، لكن ما كل الناس يعانون. ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتكم، سواء هنا في الجامعة أو إذا أتوا إلى بلدكم. تخدم هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والعقائد الحسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب الله، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس،
وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع كلمتكم على الحق وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.